واحنا يعني كنا في ساحه الساعه، دوار الساعه اذا بتتذكر، هناك صليت وانت طلبت انه نصلي لانه قيمه المراه اهينت بسبب انه استخدمت النساء الفتيات في سوق النخاس، في سوق العبيد، كانوا بيربطوهن وبيبيعوهم يعني جواري وعبيد. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا كنت بتابع معك على شاشة التلفزيون وشفت حقيقة الساحة اللي هي اسمها كان ساحة الساعة، اللي هي الساحة الرئيسية الموجودة في الرقة، ونحن كنا موجودين فيها من حوالي 10 أيام. وحقيقة يعني كان شعورنا، يعني ما فيني أوصف شو كانت مشاعرنا بهيدي اللحظة وقت سمعنا من الناس اللي كانوا موجودين إنه هيدا المكان مثل ما تفضلت حضرتك وقلت كمان من شوي إنه كانوا يبيعوا فيه النساء. يعني أنت ما بتتخيل إنه بالقرن 21 نحن نسمع هيدا الكلام، وليس مجرد سمع إنه، لكن كان واقع وحقيقة إنه فعلا كانوا النساء يربطوهم ويجيبون على هيدا المكان ويبيعوهم حسب الأجمل فيهم، يعني السعر بيغلى أكثر حسب الشكل، حسب الشكل، وتجي الناس تتفرج. وفي مشهد أنا حقيقة شفته من خلال اليوتيوب السيس بهذا المكان، وقت اللي كانوا فعلا يبيعوا النساء بهذا المكان، للأسف الشديد أنه كان في أطفال موجودة حوالين النساء عم بتصور بالموبايلات. يعني قديش عم يبنوا، عم يزرعوا بذور الشر حتى بالأطفال الأبرياء. يعني هذا الطفل اللي واقف عم بيصور بموبايله، ممكن تكون أمه، ممكن تكون أخته، ممكن تكون، يعني كيف عم بيقدر هذا الطفل يصور بالموبايل؟ لكن للأسف إنه هني عم بيزرعوا بذرة الشر. قديش هدول الأطفال بس يكبروا حيكونوا أشرار.